السلام عليكم رواد الفضاء المدني الأعزاء، مرحبا بكم في منصة الفضاء المدني والمساق الأول، مبادئ ومفهوم الحوكمة. هذه نظرة موجزة لكيفية استخدام المنصة. الصفحة الرئيسية من خلالها نضغط على المربع الأصفر الذي يظهر في الأعلى، سيظهر لنا المساق الأول مبادئ ومفهوم الحوكمة. نقوم بالضغط عليه، سينقلنا مباشرة إلى الأسابيع الأسبوع الأول والثاني والثالث فيما بعد. نضغط على أحدهما، الأسبوع الأول أو الثاني أو الأسبوع الذي نريد الولوج إليه. مثلا هنا الأسبوع الثاني، أسفله الأسبوع الأول. إذا تم وضع الأسبوع الثالث سيكون الأسبوع الثاني والأول في الأسفل. نضغط على الأسبوع الثاني مثلا، سينقلنا إلى مربع آخر، واجهة أخرى، مواد للقراءة. أسفلها المداخلات، مواد القراءة هي المحددة للقراءة، فيها روابط وفيها وثائق PDF. هذه مناقشة أسبوع، مناقشة إضافية، مناقشة مفتوحة من أسبوع. إذا أراد أحدنا كتابة مداخلة في أحد هذه المواضيع يضغط عليها مباشرة، ستنقله إلى المربع الآخر، إلى الصفحة الأخرى. هذه هي مواد القراءة، مثلا روابط فيديوهات مباشرة ووثائق PDF. بعد ذلك ننتقل إلى الواجهة الأخرى، والتي تبين لنا وتحدد لنا طريقة المداخلة، منهجيتها، كيفية التعليق، مثلا التعقيب على المداخلات. توجهنا، تحدد لنا ما هو مطلوب. في هذا المربع تتم كتابة التعليق ثم نشره من خلال الضغط على بيبليه أو نشر، وسنلاحظ أن التعليق